اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ تسلم، مشرف ومنور. ربنا يبارك يا كابتن. اسوان اخبارها ايه؟ الف الف مبروك. اسوان كنت قلقان قبل الماتش يا كابتن ولا لا؟ بصراحه قلقان، القلق اللي هو بيدي لك ثقه يا اسلام. يعني عايز اقول وانا كنت بطمن جماهير النادي الاهلي، وممكن وانا كنت موجود معاك، ما تقلقوش يا جماعه، ان كنتوا اولا اللعبة دي لعبة رجالة، صحيح، ولعبة النادي الاهلي بيحسوا بالجماهير بشكل كبير جدا، في تواصل بين الاثنين فعلا. نعم. بصراحة يعني، والتواصل ده بيبدأ جماهير النادي الاهلي اول ما بيحس ان في اخفاق غصب عن اللعيبة، واحنا عارفين اسبابه ايه، حتى لو برضو بعض اللاعبين عندهم مشكلة فبتعدي، يعني حتى لو يوم مش موفق يعني. وسبحان الله، وقلنا يمكن اسلام اكتر من مرة حتى في اجيالنا دلوقتي يا كابتن، هو قلنا ايه دلوقتي في ريال مدريد بالظبط؟ قلت لي ايه ده؟ انا لسه داخل 2-1، كانت 2-1 انا وكابتن ماهر بنتكلم على مباراه ليفربول وريال مدريد، وكابتن ماهر داخل عليا واحنا شغالين الماتش بنتفرج على الاهداف، 2-1 لريال مدريد بالظبط، 2-1 انا اسف لليفربول، ليفربول دخل بقت 2-2 ازاي؟ احكي يا كابتن ازاي؟ يعني لسه انا بسلم عليك يا اسلام، وبعدين شفت كرة بترجع للجول، اليسون بيكر المهاجم جاي ساب الماتش كله وساب الملعب كله وخبطها في رجل فينيسيوس دخلت في جول، وده حارس كبير وحارس دولي وحاجه، لكن هي كره القدم كده يا اسلام بصراحه. صحيح. يعني في يوم بيبقى مش يومك، لكن احنا باحساسنا يا اسلام وخبراتنا تملي بنطمن الناس وبنطمن جماهير النادي الاهلي المحترمه اللي بصراحه. صحيح. بتشقى وبتساند بشكل كبير جدا اللعيبه الرجاله دول، فعلا اللعيبه رجاله. يعني بيحصل ضغوطات في اوقات غريبه الشكل، يا جماعه نصبر بس شويه، نصبر، لان احنا كمان عندنا حزمه من المباريات كل 3 ايام، فامور مش سهله. صحيح. فاللعيبه ديت جايه من السودان، نازله على اسوان، تتمرن التمرينه، وبعدين لعبت 90 دقيقة، يعني قصة أنا بسميهم الرحالة بصراحة، يعني حتى ما بيلحقوش يا عيني يستمتعوا بالمكسب، يستمتعوا بالفرح، تملي محطوطين لعيبة النادي الأهلي تحت ضغط، ودي سنة الحياة، هو النادي كده، نادي بطولات، 115 سنة دي مش كلام تتقال. صحيح. نادي القرن ده كلام ما بيتقالش كده ألقابه خلاص، لأ فعلا النادي الأهلي مؤسسة كبيرة جدا ومؤسسة رياضية على أعلى مستوى بالنسبة لآسيا وأفريقيا، وإحنا شفنا يعني في كل حتة زي ما أنت قلت يا إسلام، كل حتة النادي الأهلي بيروح عنده شعبية كبيرة جدا جدا من الجماهيرية. إحنا ما كناش بنبالغ لما قلنا 70 مليون و80 مليون، دي حقيقة، لأن عارف يا إسلام عايز أقول لك حاجة، الأجيال كلها اللي طالعة شايفة العلم الأحمر، شايفة البطولات، شايفة الإنجازات. صحيح. فأوريدي بيروح للبطل، يعني بيروح للبطل، فعشان كده احنا الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي كل ما الشعب المصري بيزيد مصلحه لينا احنا كمان الاهلي حقيقي. الاهلاويه بيزيدوا طبعا طبعا، ملايين بشكل كبير يعني. طيب كابتن ماهر برضو، يعني نرجع لبقى لمباراه اسوان، حضرتك كنت كده بتتكلم عن ما قبل المباراه. طيب شفت المباراه ازاي النهارده؟ من احلى الاشواط يا اسلام اللي اتلعبت خلال الاسابيع الاخيره او بدايه الدوري. عارف تحس كده ان اللعيبه بترد بقى بلغه الكوره، بترد الاعتبار. صحيح. الناس اللي ممكن تكون بتشكك، لا خد بالك، لا احنا لعيبه فعلا محترفين، واحنا لعيبه فعلا مميزين، واحنا لعيبه قادرين ان احنا نصنع الفارق. فانا بعتبر الشوط الاولاني شوط يعني شوط من اشواط نموذج جدا في كل حاجه، في الانتشار، في الجمل التكتيكيه، في احراز الاهداف. لو هنمسك هدف اسلام، تلاقي الجبهه اليمين طبعا اللي كانت نشطه، وكمان حسين الشحات اللي انا بحييه بصراحه، حسين اسلام من قبل ما يروح الدوره وهو مركز، لان هو كاس العالم للانديه عارف ان في كاس العالم للانديه بتبان نجوميته. ايوه انت بتقول دايما كده اداؤه يعني. فحسين عمل اسيست بشكل كبير جدا في الثلاث اجوال، حاجه تفرح يعني. فواضح النادي الاهلي النهارده مستر كولر من البدايه فعلا الدوافع لعيبه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء واصرار اللعيبه على المكسب كان باين من بدايه المباراه، فعشان كده انت بتحس المباراه من اولها يا اسلام، بتحس لا النادي الاهلي جاي، النادي الاهلي لا النهارده هيكسب بصراحه. واحلى حاجه، انا اسف يا كابتن ان انا بقطع، ولكن احلى حاجه
سواء جمهور اسوان او جمهور النادي الاهلي اللي من اسوان، حاجه حلوه جدا يعني. طبعا. النهارده شكل الاستاد بصراحه يفتح الناس. وما حصلش قبل كده، خد بالك يا اسلام، يعني بص الحلاوه يا كابتن، بص الحلاوه في مباراه الاهلي بس واسوان. أيوة. يعني الاستاد ده فعلا بيحمر كده ويحلو كده في مباراه اسوان والاهلي. قبل كده يعني حاجات ملموسه يا اسلام، 1000 2000 3 بالكتير قوي، لكن النهارده الاهلي جاي لك من كل كفر وكل نجع. وطبعا اسوان محافظه معروفه عنها ان هي شعبها كله اهلاوي، شعبها كله فعلا بيحب النادي الاهلي وبيعشق النادي الاهلي. فالنهارده على الرغم برضو من اسوان له جمهور كبير اهو، لكن اهلاوي. اول ما الجول الاحمر يجي يبدا يطلع العلم الاحمر. يعني خد بالك العلم الاحمر موجود معاهم برضه. طبعا طبعا. فدي من ضمن الحاجات اللي النهارده بصراحه. وبعدين شكل الملعب اسلام بالجماهير بيفتح نفس اللعيبه. صحيح. يعني اللعيبه النهارده لا عندك حق، الشوط العالمي ده نتيجه الجماهير الجميله اللي جايه بتشجع من قبل المباراه، وبتشجع في كل كره حلوه بتتلعب، وكل اداء مميز بتتعمل. صح. يعني حاجه تفرح يعني. صح. وعشان كده النهارده اللعيبه ردوا في الملعب واثبتوا للناس لا ان قيمه النادي الاهلي قيمه كبيره. اللعيبه دي من افضل اللعيبه اللي موجوده زي ما قلنا في افريقيا، زي ما دايما حضراتكم بتقولوا الحقيقه. يعني بصراحه. وحسين بقى النهارده يعني متع جماهير النادي الاهلي. الاسيست اللي عمله اسلام، شوف 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 سرعه الانطلاق من تحت لفوق، الانتشار بتاع لعيبه النادي الاهلي. ايوه. كميه الجري بصراحه يعني النهارده تحس ان لعيبه النادي الاهلي خفيفه الحركه. الكثافه العدديه اللي موجوده داخل ال 18 اسلام، بص عندنا اكتر من 2 و3 و4 موجودين، يعني تحس ان لعيبه النادي الاهلي نازله المباراه من بدايتها لا انا هكسب. وهكسب كمان يمكن بسكور، يمكن افتكر دي من ضمن الفرص اللي النادي الاهلي. النهارده الحقيقه زي ما حضرتك قلت هو شوط نموذجي في كل شيء. حقيقه يعني. فعايز اقول اسلام، وده ما يمنعش ان الشوط الثاني كمان كان فيه اداء يعني مستر كولر بدا يغير في اللعيبه كعادته. بدا يدي راحات لناس. صح. ويبدا يشرك ناس اخرى، وكمان اطمننا على الصفقات الجديده بصراحه. يعني النهارده خالد عبد الفتاح من البدايه، اهم المكاسب، مروان موجود من البدايه، وبعدين قندوسي نزل الشوط الثاني. صح. شادي نزل الشوط الثاني، يعني كل الولاد اللي احنا يعني الحمد لله الصفقات تعاقدنا معاها بداوا تحس بيهم من خلال مباراه اسوان النهارده. لكن الثلاث اهداف كانوا مميزين بشكل كبير، ودي يمكن كانت اكبر نتيجه للنادي الاهلي بيحققها في خلال المباراه او ملف الدوري العام. شوط مميز باهداف مميزه. صحيح. طيب يمكن من الصعب يا كابتن ماهر ان نادي اسوان مع كابتن ايمن رمادي يتغلب في ارضه، يعني انت من شهر 10 او حتى الان لم يهزم فريق اسوان على ارضه باستثناء مباراه النهارده يعني، وبالتالي اعتقد شغل رائع من لعيبه النادي الاهلي ومن الجهاز الفني. وطبعا احنا بنحيي ايمن الرمادي زي ما انت قلت اسلام، مع اسوان عمل مباريات يمكن اكتر من 5 6 مباريات مكسب، وده في حد ذاته يعني 22 يعني نقطه اسوان. بصراحه بيعتبر انجاز لاسوان. لا، وكسب انديه كبيره برضه. ايمن يعني الرمادي، الزمالك وسيراميكا بالظبط. فالنهارده برضه لعيبه اسوان كافحت بصراحه. لكن حلاوه الاهلي وثقه الاهلي وانتشار الاهلي واللعيبه واقفه على رجليها. صحيح. واللعيبه جايه عشان تكسب المباراه، يعني الناس كانت قلقانه اسوان وكسبان الزمالك قبل كده، يا هل ترى هنعمل ايه معاه؟ لعيبه النادي الاهلي احترمت الجهاز الفني. طبعا. واللعيبه احترموا لعيبه اسوان اسلام بشكل كبير جدا من بدايه المباراه. واحنا يمكن سمير جايب لنا اللقطات كلها لصالح النادي الاهلي. مزبوط. انتشار من بدايه الهجمه من تحت، مجاميع تشتغل، اطراف تشتغل، تصويبات على المرمى، يانج بيصوب، قفشه بيصوب، كله يعني بصراحه. دي برضك من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عليها يا اسلام، ان الكثافه العدديه بيت لعيبه النادي الاهلي بقى عندنا جرأه نخش داخل، ادي كوره ثابته من الكور الثابته، 1 2 3 4 5 موجودين داخل ال 18 غير الناس اللي خارج ال 18. فده بياكد لك لا النادي الاهلي عنده، وعنده لسه كمان يا اسلام عنده كتير. صحيح. دي من ضمن المباريات اللي فعلا فعلا بتدي ثقه للعيبه في ملف الدوري العام. زي ما انت قلت عندنا السبت وثلاث ماتشات كل اسبوع،
ده كمان خد بالك يا اسلام بيبعت رسائل حتى يمكن لسان داونز اللي هو هيجي لنا في السكه. صحيح. ان النادي الاهلي الحمد لله يعني بطبيعته النادي الاهلي رجع للمكانه اللي هو متعود عليها. فانا شايف بص يا اسلام تحس ان اصرار واللعيبه عايزه وفي نص ملعب اسوان النهارده مش بنقلل من اداء اسوان. لا اسوان عامل مباراه جيده. عامل مباراه كويسه لكن خطوط النادي الاهلي اجبرت اسوان ان هو يتراجع. صحيح. وسط ملعبه بشكل كبير جدا، الضغط بانواعه، الاستحواذ بانواعه، بص يا اسلام 1 2 3 4 5 بص وتحس ان لمسه ولعبه. أيوه. لمستين ولعبه. ما فيش طمع من اللعيبه، كل واحد بيحاول ان هو ضغط كمان يساعد حاجه يعني من 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 من, من مجاميعه. صح. اذا كان من الاطراف. صح. او من العمق. بص الانتشار بتفتح الجبهات تكتلات. افتكر ده الجول الاولاني. ده الجول الاول ده اللي هاف كروس اللي عمله حسين الشحات يا اسلام، وشايفه يعني من ضمن الحاجات المميزه في حسين ان الحاجات اللي هي فيها الهاف كروس دي بتبقى اخطر كمان من اوفرلاب. فحسين شايف ان كهربا واقف في المنطقه. صحيح. المؤثره الصح. نعم. فقدر ينشن على ضرب كره براسه، ينشن عليه وكهربا قدر كمان ان هو يعني بصراحه ينهيها بشكل جميل. كهربا هو اللي فتح المباراه. والهدف الاول يعني هو اللي فتح المباراه الحقيقه. لو تبص كمان مين اللي تحت كهربا اسلام هتلاقي اتنين احمر. هتلاقي قفشه وهتلاقي عبد القادر. يعني عبد القادر كمان النهارده يا اسلام بيخش لجوه كراس حربه لما الكره تبقى عند حسين الشحات. كان الاول بيبقى موجود فاتح في جبهته بشكل كبير، النهارده بدات تعليمات مستر كولر انك انت لازم تبقى راس حربه تاني مع مع كهربا، وكمان تكمله قفشه يعني تكمله قفشه كتالت. صح. موجود. فده اذا كان فبيدل ان في النهارده في كثافه عدديه لعبت النادي، في تركيز، في اصرار على احراز الهدف. فده هدف من الاهداف الجميله جدا. وجمله كمان خد بالك يا اسلام، جمله من الجمل اللي اللعيبه بتشتغل عليها في الوحدات التدريبيه بشكل كبير يعني. صح. طيب برضو يا كابتن يعني النهارده يعني قدر كولر ان هو يتغلب على الارهاق وشارك اكثر من لاعب لم يشارك في مواجهه الهلال السوداني. ودي مستو اسلام ان هو كل 3 ايام طبعا الاعداد الذهني والاستشفاء اللي بيعمله مستر كولر ولعبته النهارده حاسين ال 90 دقيقه لعبت النادي بتجري. صحيح. يعني في حركه خفيفه وفي نشاط وفي حيويه، وده الهدف الثاني كمان. بص يا اسلام يعني برضك حسين يعني قدر يشوف عبد القادر جاي من تحت فراح مصلح له الكوره. أيوه. بشكل كبير. عبد القادر في وسط يمكن 3 4 لعيبه بالفانيلا الزرقاء بيمتص الكوره في سكه الجول وبعدين بيصوب تصويب مفاجئ صعب جدا ان حارس المرمى يقدر يشوفها او يقدر يعمل لها حاجه. صحيح. جمل جميله فيها اسيست وفيها عدم انانيه وازاي بيستاهلوا على بعض. بص حسين عبد القادر في سكه الجول وبعدين تصويبه في الزاويه البعيده، هدف من الاهداف اللي بقول لك بيشتغلوا عليها في الاعدادات التدريبيه بشكل جيد. بيقدروا ينفذوا النهارده يمكن كل الجمل نفس الكلام حسين. وبعدين قفشه بقى كمان اللي بدا يزيد داخل الصندوق. قفشه يمكن دي رابع خامس مره اسلام يبقى موجود جوه. صحيح. الصندوق. فده اذا كان فبيدل ان بقى قفشه كمان بيحاول يطور من ادائه كصانع العاب. ان هو كمان يبقى اسيست وكمان يبقى راجل بيحرز اهداف بشكل جميل. وشفنا يمكن الهدف الثالث كمان في جمله جميله عشان يعني النادي الاهلي لغه الكره بيقضي على امال اسوان بيخلص بشكل كبير يعني. طيب الاهلي النهارده وفوزه اعتقد له دفعه معنويه كبيره جدا لمباراه يوم السبت امام صن داونز. اكيد اكيد. وعايز اقول لك كمان اسلام لعيبه النادي الاهلي بتحب المباريات اللي زي صن داونز، زي الترجي التونسي، زي الفرق الكبيره زي الهلال السوداني. ان شاء الله هنشوف كمان حاجات احلى من اللي احنا شفناها في الشوط الاولاني في مباراه صن داونز. وطبعا جماهير النادي الاهلي اللي بتبقى موجوده اسلام بتدي دافع كبير جدا جدا للعيبه. اللعيب بيبقى عامل زي الممثل في المسرح، لما بيخش يلاقي المسرح فول، الممثل بيبدع. كمان لعيب الكوره لما بيحس ان في 10,000، وانا اعرف او سمعت ان ممكن يكون في مباراه صن داونز ممكن يكون عدد الجماهير ممكن يوصل 10,000. هو فعلا لا ف
فده قرروا هذا الامر يعني. ده حاجه جميله بتدي ثقه للعيبه بشكل كبير. والله يا كابتن نفسنا يبقى اكتر كمان يعني، ليه لا ما اعرفش طبعا، لكن الامور الامنيه دي ما بتبقاش في ايدينا. لكن في النهايه لما الاقي الاستاد السلام مثلا لو هو سعته 30,000 ولا 40,000 النهارده، لو في مباراه زي سان داونز دي لو 30 40,000 موجود هتفرق كتير جدا مع اللاعبين، زي ما حضرتك شفت النهارده في بالظبط اسوان، واكبر دليل أسوان. اكبر دليل صحيح. النهارده لو العدد ده ان شاء الله في مباراه سان داونز ان شاء الله باذن الله 400، انا بقول لك هتبقى نتيجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي بشكل كبير يا رب ان شاء الله. عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل كلامنا عن مباراه الاهلي واسوان ومباراه الاهلي وسان داونز. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الكابتن برضو النهارده الشناوي الحقيقه ودوره الواضح مع الفريق. الشناوي يا اسلام بقاله 3 سنين فعلا يعني رقم واحد، مش في مصر بس، في افريقيا. يمكن السنه اللي فاتت كان في تكريم للشناوي بصراحه صحيح. يعني لا الشناوي نضج، تحس ان فعلا يعني كابتن 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 بره الملعب وداخل الملعب. وكمان حرقته على لعبته وغيرته على لعبته، و ما يحبش حد يأذي لعيب من لعبته. يعني انت عارف عنده الشهامه والجدعنه والرجوله، وبعدين قائد. دول رجالته، دول حبايب، دول اصحابه، لازم احابي عليهم واجيب لهم حقهم كمان. لكن طبعا انت عارف الحق اللي احنا طول عمرنا متعودين عليه اللي هو يعني لكن بيحصل في المباريات اسلام بيبقى فيه حاجات خارجه عن اراده اللعيب يعني. لكن النهارده الشناوي بصراحه ثقته كمان، عشان عنده ثقه في ادائه وثقه في نفسه. واحنا بنتكلم برضو كده يا كابتن، دي رحله عوده لعيبه النادي الاهلي او الجهاز الفني طبعا واللاعبين من بعد المباراه وحتى الوصول للطائره، وان شاء الله نجيب لحضراتكم كل هذه الامور. اتفضل يا كابتن. احنا بنتكلم طبعا هي معانا يعني. فالشناوي عايز اقول لك اسلام بصراحه لا غنى عنه. نعم. وبعدين الشناوي يعني اذا كان في خطا حصل او خطأين حصل، لكن النهارده وفي اسرع وقت بيرجع لطبيعته. لثقته في فرقته، ازاي بيحمي مرمى. ضربه الجزاء يا اسلام كانت ممكن تغير خد بالك من شكل ونتيجه طبعا واداء المباراه طبعا. فالنهارده راح معاها، وكمان ايه يعني الرشاقه والمرونه والثقه برجليه، يعني شال الكوره برجليه. فدي حاجات من ضمن الحاجات يعني، وراجل داخل قلقان قلقان مش الشناوي يعني، واخد بالك. فدي حاجه من ضمن الحاجات كمان اللي هو اتقنها بشكل كبير جدا حقيقي، اللي هو توقعاته في حته ضربات الجزاء اللي على النادي الاهلي بيقدر بشكل كبير جدا ان هو يصدها. ودي بتدي لك ثقه كمان ليه، هو بتدي ثقه للعيبه والرجوع للمباراه في اسرع وقت. طيب برضو احنا بنتكلم مره اخرى، دي طبعا رحله عوده لعيبه النادي الاهلي. الحقيقه الله يكون في عونهم يا كابتن. رحاله، انا بسميهم رحاله يعني، من هنا لهنا 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 رحاله. ودائما قناه النادي الاهلي متواجده في كل الاحداث، زي ما حضراتكم شايفين بننقل لحضراتكم كل الاحداث الخاصه بكل الكواليس بلاعيبه الفريق. زي ما حضراتكم شايفين طبعا وصول او محمد الشناوي بعد نهايه المباراه، كل اللعيبه بتركب الاتوبيس وان شاء الله تصل الى المطار. هم وصلوا بالفعل للمطار وركبوا الطياره. ونبعت بقى او هنقول لحضراتكم برضو او هنوالي مع حضراتكم كل ما يخص بعثه الفريق. برضه تسلم الحاجات الجميله المميزه لكابتن الفرقه الشناوي. نعم. انا متاكد ان الشناوي بعد المباراه اجتمع باللعيبه وقال لهم نقفل الملف خلاص بتاع الدوري العام صح، وهنبدا نفتح ملف اخر افريقيا سان داونز. فدي من ضمن الحاجات الخبره هنا بقى صحيح، والثقه هنا. فتخيل اللعيبه دي هتطلع بقى دلوقتي على الباص كل التركيز في سان داونز. يعني بص بنحضر قبليها اهو ب3 ايام كلام، حتى مستر كولر اكيد هيبقى بيصب على سان داونز المباراه اللي جايه. كابتن محمود الخطيب كرئيس بعثه كان موجود معاهم كمان في اسوان، اكيد اتكلموا الاول على ملف اسوان أيه، ملف الدوري العام، ثم قفل الملف وبدانا نتكلم على ملف سان داونز. عايز اقول لك اسلام ما بيلحقوش يريحوا يعني، النهارده باص وبعدين المطار وبعدين المطار ينزل للقاهره. يعني
يعني ما بيلحقش يا عيني هو كمان بيرجع البيت يطمن على اولاده، يطمن على الاخبار ايه وايه، وبعدين يخش يبدا اللي بعده على طول. على طول يبدا يركز في المباراه اللي جايه، لان كمان المباراه اللي جايه اسلام صعبه جدا جدا بصراحه. 6 بونت سان داونز، وهو عامل حساب للنادي الاهلي طبعا، وهو كمان عايز يجي هنا يخطف اي نتيجه ايجابيه بالنسبه له ويجري بيها. صحيح. لكن احنا طبعا بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله 3 بونت باذن الله في مباراه سان داونز يكونوا من نصيبنا. وعايز اقول لك يا اسلام، احنا بقى لنا سنتين ثلاثه بنعاني كثره المباريات، سنتين اللعيبه ما ريحتش، بقى لنا سنتين بنعاني في الادوار الاولانيه قبل ما نوصل دوري المجموعات. صحيح. بصراحه يعني تملي يمكن السنتين اللي فاتوا كنا بنخش ثاني، ما كناش بنخش اول. لكن ان شاء الله باذن الله رب العالمين عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه ان هم المباراه اللي جايه دي باذن الله رب العالمين نكسبها. بس انا بقول النادي الاهلي ان شاء الله يخش اول مجموعه في مجموعته بين قطن الكاميروني وسان داونز والهلال السوداني. النهارده النادي الاهلي انفرد بصداره الدوري برصيد 40 نقطه كابتن ماهر، اعتقد دفعه معنويه كبيره جدا، وشيء جيد ان انت في ظل هذه او هذا التلاحم الكبير من المباريات ان انت تكسب وتتصدر وتظل متصدر وليك مباراتين او ثلاثه مؤجلين، اعتقد شيء جيد جدا جدا، وده بيطمننا بشكل كبير جدا لبطوله الدوري. يعني في ناس كتير تقول لك ايه، لا الدوري ما اتحسمش، لا لسه في وقت، لا لسه في، لا النادي الاهلي انا في رايي النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا ان شاء الله رب العالمين بالاداء ده انا شايف ان النادي الاهلي هيحسم الدوري خلال يمكن الاسابيع الاخيره باذن الله رب العالمين. يعني بهذا الشكل اللي احنا شفناه من اداء لعيبه النادي الاهلي في مباراه اسوان، تحس ان اللعيبه لا عايزه، لا اللعيبه حركتها بقت اسرع واخف. نعم. فانا شايف مش قلقان على بطوله الدوري العام السنه دي اسلام، ان شاء الله باذن الله هتكون من نصيب النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. من وجهه نظرك كابتن، كيف يكون الاستعداد للمباراه القادمه، مباراه سان داونز وهي يوم السبت؟ بصراحه اسلام الاستعداد من اوضه اللبس في اسوان. زي ما قلت لك دور الشناوي ودور الكابتن هيبدا طبعا مع اللعيبه، ويبدا بقى طبعا يحطوا الخطوط العريضه للمباراه من غرفه الملابس في اسوان. جماعه اتقفل ملف الدوري العام، والحمد لله النادي الاهلي هو الاول، والنادي الاهلي لما بيركب الجدول صعب جدا انه ينزل. مباراه سان داونز طبعا هيبقى في جزء استشفاء خلال الفتره اللي جايه، ازاي نحافظ على لاعبتنا ما يحصلش اصابات تعوق الفريق بعد كده. طبعا مستر كولر اكيد عنده فريق العمل اللي بيبدا يتابع الاعداد الذهني او بيتابع تحليل اداء الفرقه اللي هيقابلها النادي الاهلي. مستر كولر بعد ما يتفرج على مباراه او اتنين لسان داونز هيبدا يشوف الاستراتيجيه اللي يقدر يلعب بيها، الفرقه اللي جاهزه لهذه المباراه، طريقه اللعب، التشكيله، الجمل اللي هو بيحفظها للعيبه. طبعا كل ده بيبقى اعداد اسلام، مفيش وقت، لكن بيبقى من خلال المحاضرات بقى اللي هي النظريه او داخل الملعب المواقف، لان هو راجل حتى قال انا بدات اصلح الاخطاء اللي حصلت في مباراه الهلال الحقيقه. بالظبط. صحيح. فدي حاجه كويسه، وبحاول ان احافظ على الايجابيات اللي هي. فالنهارده الحمد لله رب العالمين فعلا راجل صادق في كلامه، النهارده الحمد لله مفيش حاجه على 3 خشبات على النادي الاهلي غير يمكن ضربه الجزاء اللي وفق فيها الشناوي وصدها. اتفرج بقى يا اسلام في التلت الهجومي نص ملعب اسوان، تشوف لعيبه النادي الاهلي وانتشارها. حقيقة. الاهداف جت ازاي، جمل تكتيكيه كلها مدروسه، الضغط على لاعبي اسوان في نص ملعبهم، التصويبات اللي من خارج ال 18، فكل الكلام ده قاله مستر كولر في المؤتمر الصحفي، نفذه بشكل كبير جدا في مباراه اسوان. واحنا بنتكلم برضو يا كابتن ده وصول لاعبي النادي الاهلي لمطار اسوان قبل مغادرتهم ورجوعهم الى القاهره. زي ما حضراتكم عارفين كانت رحله طويله من القاهره الى السودان، بدات يوم الخميس الماضي، وبعد مباراه السودان بعد مباراه الهلال السوداني عوده الى اسوان ومعسكر لمده 3 ايام في اسوان، لانتهت المباراه اليوم واللاعبين امام حضراتكم في رحلة العودة من مطار أسوان إلى مطار القاهرة.
مواجهه سان داونز هي مواجهه تقليديه، اصبحت تقليديه ما بين النادي الاهلي وسان داونز، ولكنها مواجهه صعبه خصوصا بعد ان سان داونز فاز في المباراتين الاولى على ملعبه ضد الهلال السوداني 1-0، ثم ثانيه خارج ملعبه امام القدم الكاميرون 3-1. هو عامل لك حساب يا اسلام وقلقان منك جدا، لان هو كل مبارياته مع النادي الاهلي هنا الحمد لله 4 كانت مباريات ايجابيه للنادي الاهلي. هو عارف قيمه النادي الاهلي في افريقيا. عايز اقول لك يا اسلام ان بعض المحللين اللي كانوا موجودين في جهاز سان داونز كانوا موجودين في طبعا في كاس العالم، كاس العالم بيتابعوا بشكل كبير جدا النادي الاهلي في الاربع مباريات، عايزين يشوفوا النادي الاهلي في الحاله الدفاعيه عامل ازاي، في الحاله الهجوميه عامل ازاي، مفاتيح اللعب اللي موجوده عنده عامله ازاي، وده بيساعد المدير الفني بشكل كبير جدا ان هو يقدر يختار طريقه اللعب ويقدر يختار الاستراتيجيه اللي يقدر يلعب بيها قدام النادي الاهلي. حقيقي فكل ده على عيننا وعلى راسنا، لكن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله اللي هتبقى موجوده دافع كبير جدا للعيبه، دوافع اللعيبه بعد المكسب بتاع اسوان والثقه، مش عايزين نقول الثقه يعني، عايزين نقول يعني الاصرار والدوافع والعزيمه بتاعه لعيبه النادي الاهلي. أيوة. اللي كانت موجوده في اسوان زي ما قلنا متابعه مستر كولر لسان داونز من خلال مبارياته اللي لعبها الافريقيه مع القطن ومع الهلال، ازاي بيتابعهم من خلال طبعا يعني احنا شايفين اهو الكلام ده كله يا اسلام خد بالك هتلاقيه عن سان داونز. صحيح. يعني اللابتوب طلع والجهاز حواليه وبدا الراجل يشتغل، بص يعني خلاص ما اداش نفسه حتى فرصه يقول لك ايه اقعد بقى اريح شويه وبعدين بكره، لا سبحان الله الراجل عملي بشكل كبير جدا، فطلع اللابتوب وحواليه الجهاز عشان هو دايما يقول كده الحقيقه. يبدا يتكلم على المحطه اللي جايه الافريقيه اللي هي سان داونز، اللي ان شاء الله باذن الله احنا عندنا ثقه في الجهاز بشكل كبير انه يختار طريقه اللعب اللي تناسب هذه المباراه، يختار التشكيله الاجهز يا اسلام. صحيح. الدوافع اللي موجوده عند الجهاز الفني واللعيبه، وطبعا جماهيرنا طبعا اللي هتساعدهم في هذه الدوافع بشكل كبير جدا قبل بدايه المباراه. حقيقي. ومن خلال المباراه ان شاء الله، وباذن الله رب العالمين التعب اللي تعبوه ده يا اسلام خد بالك يعني عايز اقول لك مش بسيط طبعا يا كابتن صراحه يعني وجع قلب، يعني لعيبه يعني فعلا محطوطه تحت ستريس بشكل كبير جدا جدا جدا. بص طاهر، بص التركيز يعني العينين سرحانه في خلاص بقى انا كسبت المباراه دي اكيد 100% النهارده بيفكر في مباراه يوم السبت خلاص. لانه كيف يلعب في مباراه يوم السبت القادم يعني يعني هيلعب ازاي يوم السبت اللي جاي، وكل اللعيبه دلوقتي وكل اللعيبه دي عندها ثقه في المدير الفني. قبل مباراه اسوان كله كان بيفكر في مباراه اسوان، انتهت مباراه اسوان وهم يعني يعني بصراحه لقطات معبره جدا جدا، كل اللعيبه تحس ان هي مركزه كانه قبل الماتش. يعني خالد عبد الفتاح يعني يعني حتى وهو بيتكلم في التليفون لكن تحس انه شارد، نظره مروان طبعا وابتسامه فيها تفاؤل بشكل كبير جدا. كاندوسي كمان راجل احمد لعب كويس اسلام وان شاء الله. عجبك يا كابتن؟ لعب كويس في الكام لقطه اللي شفتهم له. بصراحه يعني ومباراه الهلال لما نزل استلم وبيستلم وهو بيدور يعني وهو بيلف رايح يعني. رايح ثقه ثقه عنده ثقه بشكل كبير، وبعدين اسيست كمان، وبعدين بيصوب بشكل جيد، اختراقاته بالكوره ومن غير كوره، فيعني ان شاء الله صفقه من الصفقات لسه باذن الله يعني اللي جاي افضل بشكل كبير. يعني ازاي يا كابتن نقتنس الثلاثه نقاط في مباراه سان داونز؟ لانه لو لا قدر الله هتبقى عندنا بعد كده مباراه صعبه ولكن ما نخشش بقى في حزبه بيرما. يعني احنا مفرجتنا سان داونز يا اسلام يمكن على مدار اتفرجت على المباراتين؟ لا انا بتكلم على المباراه الاولى. اوكي ماشي. هم يعني عندهم جنوب افريقيا بيلعبوا كوره زي بتاعت البرازيل، يعني لبسوهم وشكلهم وادائهم هم بيميلوا للكره البرازيليه، يعني حقيقي. فيها المهاره وفيها انك انت تكيف نفسك في التسليم والتسلم والحركه، لكن هم عندهم مشاكل في التهديف يا اسلام، يعني برضك ما عندهمش راس حربه سكورة بقالهم فتره بيعانوا بشكل كبير في حته راس الحربه اللي يكون محطه بالنسبه لهم يقدر يخلصهم في مواقف كتيره. زي ما قلت لك هم بيقلقوا مننا. بيجي بيعمل شوف اول ربع ساعه تلت ساعه بيجص نبض، لكن طوال المباراه
هو عارف النادي الاهلي يقدر يكسب في اي وقت، النادي الاهلي بيقدر يخلق فرص في اي وقت. طبعا واحنا بنتكلم يا كابتن ده وصول لاعبي النادي الاهلي بعد المباراه الى مطار القاهره زي ما حضراتكم شايفين، بنحاول يعني ننقل لحضراتكم لحظه بلحظه بعثة النادي الاهلي عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين، كل جمهور النادي الاهلي يبقى عارف قد ايه ان اللعيبه دي تحتاج دائما. يعني ايه لما بنقول اجهاد؟ يبقى يعني ايه اجهاد بالظبط؟ ان انا رايح من بعد المباراه اتوبيس هيوديني للمطار، وبعدين اركب طياره وانزل من الطياره اروح لاتوبيس يوديني للنادي، ومن النادي اخد عربيتي اروح بيتي الحق انام لي شويه عشان اصحى الصبح اجي بالزبط. التمرين بالزبط. وهكذا. هي دي دوره الحياه لاي لاعب كره قدم الحقيقه. والضغط الجو فوق يا اسلام، غير ضغط يعني ساعتين ولا ثلاث ساعات طاير فوق، ضغط 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 رهيب. فاللعيبه دي بصراحه اقل حاجه نقول عليها ان هم لعيبه رجاله حقيقة. ان هم رحاله وان هم يستاهلوا ان هم يفرحوا الملايين الجماهير اللي في ظهرهم اللي وراهم اللي بيساندهم بشكل كبير جدا، ويعني ربنا يا رب يحميهم من الاصابه، وان شاء الله احنا هنستمتع بيهم في سان داونز. يعني ان شاء الله كمان هيبقى افضل من مباراه اسوان. انا يعني من وجهه نظرك ان هذه المباراه هتكون اهم او يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. احنا عايزين بس ناخد الثلاثه نقاط ان شاء الله، ناخد ثلاث نقاط. وزي ما قلت لك اللعيبه دي بتحب الفرق الكبيره دي المصنفه دي، يعني تحب تلعب مع الاسماء اللي هي كبيره دي. عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا كابتن ماهر على وجودك معانا، دايما بنستمتع بوجودك معانا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن ماهر همام. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ عبد الحكيم ابو علم بعد هذا الفاصل.